الماتش شويه كانوا ركبوا فينا القلب، وكنتمناو من المدرب باش يبدل هاد الخطه ديالو حتى اللعبه هذا ما تيفرحش باش غنديو هاد لاكوب. هذا يحاول يبدل شويه من التاكتيك ويدخل شي لعابه في المستوى اللي يحقوا نتيجه باش يفرحونا. هاد الكوب راه كنا كنستناو حنا راه من شحال هادي، وكنطلب من داك المدرب باش يجيب لنا داك رحيم يلعبوا، ماشي يشدوا تحطوا في بونتوش وتخلي داك السيد مسكين عنده موهبه عطى الله ما يقول في الماتش. وكنتمناو من المدرب حتى هو باش يعرف كيفاش يبدا من اللعابه ونحقوا نتيجه في الماتش جاي ان شاء الله ويفرحوا المغاربه كاملين. خويا بالنسبه لي انا ودادي، ولكن الرحيم خصو يكون في هذا الماتش، خصو يكون فيه ضروره. علاش اخويا عندنا افاسونط الرحيم كيجيب كوفرات كيجيب بيلانتيات كيلعب نفس كيتقاتل على التوني ديالو، فهمتيني؟ لعابه اخويا كيجيبهم من برا كيلعب كيبان لك فرقته كيطير، كيجي هنا ولا يتمرقن بين نصيري اخويا نصيري ما فهمناش حنا واش طايره بقرك في التيران ولا عوا كيجري لا كره شده لا حتى شي حاجه. خويا راه كنجيو نتفرجوا كنتعصبوا صافي، لا بغينا شي حاجه، بغينا المنتخب يزيد قدام، بغينا نتفرجوا في كره، ما بغيناش نتفرجوا في الضحك وتقع مني من الكره، بغينا نتفرجوا في كره، بغينا نحسوا حنا بديك الاجواء ديال راه كنتفرجوا وكنتمتعوا. ما بغيناش اخويا دوز الماتش وصافي، خويا كنتعصبوا وحق الله، انا صوتنا دابا مشى كنتفرجوا خويا تنقول لك الله يدير لي فيها الخير وصافي. المباراه خويا واخا ما كانش الاداء من الجمهور ديالنا ما مقتنعش، ولكن الحمد لله تزنا بلا دو بدون رقيه شرعيه وبدون السوديسي الحمد لله ونشكره، وان شاء الله خطوه بخطوه غادي نديوها بالدراري وديما.